نظمت مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنساء المسلمات فرع تشات نظم إفطارا جمعيا بالدائرتين السادسة والسابعة. محمد عثمان بشير. مواصلة لنشاطات مؤسسة القلب الكبير خلال شهر رمضان المبارك، قامت مؤسسة القلب الكبير بتنفيذ مشروعي إفطار الصائم بالدائرة السادسة والسابعة، ذلك عبر الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي مكتب تشات. هذه البادرة الطيبة لمؤسسة القلب الكبير تركت انطباعات جيدة لدى المسؤول الأول بالدائرة السابعة. رئيسة مؤسسة القلب الكبير السيدة الأولى هند ديبي إتنو قد وقفت دائما مع السكان وخاصة المحتاجين والمساكين، لأجل ذلك قررت أن يصل وفدها اليوم كي يقسم معنا إفطار رمضان. ممثلة مؤسسة القلب الكبير والأمينة العامة للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي مكتب تشاد أكدت عن أهمية تنظيم مثل هذه الإفطارات التي بادرت بها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو عبر مؤسسة القلب الكبير. نقول لكم للأخوات كل الحضرة هنا شكرا وألف شكر، الحمد لله جينا كلنا فطرنا كلنا شاركنا في الأجر، الدائرة السابعة شاركت ونحن كلنا شاركنا في الأجر، والأجر موصول لمؤسسة القلب الكبير على رأسها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، هي وصية رئيسة الشرف للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي. انطباعات وأخرى كلمات شكر وثناء قدمت من قبل عدد من المسؤولين والقادة الدينيين، حيث جميعها أشادت بهذه الخطوة التي قامت بها مؤسسة القلب الكبير.